انا واحد ما يمشيش اكثر كوتش. انا شخصيا كنت حاضر في كاس امم افريقيه في الكامرون معناها, وعشت الظروف اللي عشتوها انتوما معناها من ناحيه الكورونا وغيره الملعبيه, وفما ظروف صعيبه برشا عشتوها. لكن فما سؤال كوتش تطرح صراحه اللي بقى لغز واللي الناس الكل لحد الان تسال فيه وقت نحكيوا على المنتخب ولا جاي القادر يوم مباراه نيجيريا, غيابك على مباراه نيجيريا, فما كلام يتقال انه من سير تلك المباراه, من كان على حافه الميدان معناها, من شكون اللي عطى لي كونسيني, هل انه منظر الكبير ولا جلال القادر؟ السؤال تو ما لقيناش الاجابه. لا عندك الاجابه انت الاجابه تسال السؤال هذا الجلال وجلال جاوب كاخته بعد المقابله توت سويت يعني قال شنو هو اللي صار, هو المدرب شنو يعمل لي زونطريمون. كنت باتفاق انا ومع جلال لي سيونس كل دونطريمون تاع السيكل هذاك اللي هو نهارين, خاطر الماتش الاخرين اللي خسرنا مع غامبيا من غامبيا لنيجيريا 48 اور 48 اور هذوك عملنا فيهم ديبلاسمون, سيتي اون سول سيونس لا في دو ماتش باش نعملوا بعد ندخلوا ماتش تاع نيجيريا. لا ريونيون تكنيك عملتها انا بال ا ديستونس بال بالزوم كوقتها لي جوار يسمعوا فيا نتكلم, كان فما خط مفتوح تليفون عملته الجامعة مشكورين يوفرونا خط تليفون مع البنك من اللي بدأت المقابلة حتى الفت الشواء متاع الكيب عملناهم مع بعضنا كما العادة كما قبل لي شونجمون عملتهم انا زاد كيف كيف كنت اون كونتاكت مع الواحد, وكان كان كان القرارات اللي نجم يخوم المدرب الكل كنت وراهم انا وبطبيعة بقيت استاف.